أهلا بكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بمدرسة السلام لغات بأسيوط، ورجعنا تاني معاكم في دروس الفصل الدراسي الأول، ومعانا المحور الأول بعنوان من أكون الحياة الصحية. عندنا الدرس التاني قصة أدواتي الشخصية. أدواتي الشخصية، الدرس بيكلمنا عن بنت اسمها هند، بنتعلم منها ايه هي الادوات الشخصية. الادوات الشخصية دي عبارة عن ادوات بتكون خاصة بكل واحد فينا، هو بس يستعملها ويستخدمها، ما ينفعش حد تاني يشاركه فيها ويستخدمها معاه. ومنها الحاجات اللي هنسمعها من هند في الدرس عبارة عن فرشاة الاسنان، الفوطة، المشط، توكة الشعر، قصافة الاظافر، كل دي من ضمن الأدوات الشخصية اللي لازم كل واحد فينا يخصصها لنفسه، ما ينفعش حد تاني يستخدمها معاه أو هو يستخدم أدوات حد تاني. تعالوا مع بعض نقرأ الفقرة الأولى من الدرس. بتقول: ذات مساء عاد الأب من العمل واجتمع بأسرته قائلاً: سنسافر غدا في رحلة بحرية، وعليكم تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا. بيقول لنا انه رجع الاب في المساء من العمل وقعد مع اسرته، زوجته واولاده، وقال لهم خبر جميل جدا انه بكرة هيسافروا رحلة بحرية، بمعنى رحلة عن طريق البحر، وعليهم تجهيز الحقائب بتاعتهم، وطبعا عشان هيصحوا بدري يسافروا يبقى لازم يناموا بدري. تعالوا نشوف كلمات الفقرة الأولى: مساء مضادها صباح، عاد بمعنى رجع، اجتمع مضادها تفرق، أسرة جمعها أسر، قائلا مضادها ساكتا، غدا مضادها أمس، رحلة بحرية بمعنى رحلة عن طريق البحر، ولو قلنا جمع بحر بحار وبحور، النوم مضادها الاستيقاظ، مبكرا بمعنى أول الصباح أو بدري مضادها متأخرا. الفقرة الثانية: تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها. دخل الأب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالأشياء، فقال لها: يا هند، لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة. هند تحمست، تنشطت، تشجعت وراحت بسرعة وحضرت حقيبتها. دخل الأب عليها في غرفتها، في حجرتها، شاف حقيبة كبيرة مليانة بحاجات كتيرة، قال لها: يا هند، ما نقدرش نسافر بكل الحقيبة دي، حقيبة كبيرة جدا. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات: تحمست بمعنى تشجعت، ونشطت مضادها تكاسلت، مسرعة مضادها مبطئة، دخل مضادها خرج، الأب جمعها الآباء، غرفتها بمعنى حجرتها، وجمع غرفة غرف، جمع حقيبة حقائب،
كبيرة مضادها صغيرة. تعالوا مع بعض الفقرة الثانية الثالثة. فردت هند متعجبة: لماذا يا أبي؟ فكل ما في الحقيبة ضروري. فأجاب الأب: لا تأخذي معك سوى أدواتك الشخصية وملابسك وأشيائك الضرورية فقط. وأخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها. ردت هند وهي مندهشة جدا: ليه يا بابا؟ ليه ما خدش الحقيبة الكبيرة دي؟ كل حاجة في الحقيبة حطيتها كانت ضرورية. رد الأب وقال لها: لا تأخذي ما تاخديش معاكي غير أدواتك الشخصية. إيه أدواتك؟ عبارة عن ملابسك والأشياء الضرورية المهمة فقط. قعدت هند تفكر في الأشياء اللي هتاخدها معاها. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات. متعجبة بمعنى مندهشة، سوى معناها غير، أدوات دي كلمة جمع مفردها أداة، ملابس دي كلمة جمع مفردها ملبس، أشياء كلمة جمع مفردها شيء، كلمة الضرورية مرادفها المهمة. الفقرة الخامسة: قامت هند بإحضار حقيبتها الصغيرة ووقفت في حيرة من أمرها، ماذا تختار؟ قامت هند جهزت حقيبة بس المرة دي حجمها صغير، وقفت مترددة تختار ايه؟ ايه اللي تحطه في الحقيبة؟ تعالوا نشوف الكلمات. الصغيرة جمعها الصغيرات، بعد ما وقفت هند مترددة يا ترى تحط ايه في الشنطة؟ استقرت على فقرة السادسة: فرشاة الأسنان، هل هي مهمة؟ بالطبع، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء حتى لا تسوس. منشفتي مهمة بالتأكيد، فالأفضل أن يستخدم كل واحد منشفته للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى. طبعا استقرت هند على فرشاة الأسنان لأنها مهمة جدا، لأنها بتغسل أسنانها كل صباح ومساء علشان أسنانها ما تسوسش، وده مرض بيصيب الأسنان بالتفتت. طبعا الفوطة بتاعتها مهمة جدا لأنها بتغسل وجهها كل صباح علشان تقي نفسها من الأمراض وتمنع نفسها من يجيلها مرض من حد تاني. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات. فرشاة دي كلمة مفرد جمعها فرش، أسنان دي كلمة جمع مفردها سن، تسوس دي معناها مرض يصيب الأسنان بالتفتت، منشفتي بمعنى فوطتي، الأفضل مضادها الأسوأ ومعناها الأحسن، الوقاية معناها الحماية، الأمراض مفردها المرض، العدوى معناها انتقال الأمراض. تعالوا مع بعض في الفقرة السادسة. كمان هتاخد ايه كمان معاها في الحقيبة الصغيرة من ضمن أدواتها الشخصية؟ المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر كلها أدوات شخصية لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد، فيجب وضعها في الحقيبة. ايه كمان اللي هتاخده معاها؟ المشط اللي بتسرح بيه شعرها، وكمان توكة الشعر، وكمان قصافة الأظافر. كلها دي عبارة عن أدواتها الشخصية ما ينفعش تستلفها من حد وتستعملها مع حد، ولازم تحط كل دول في الحقيبة. تعال نشوف الكلمات. المشط دي كلمة مفرد جمعها أمشاط، رباط دي كلمة مفرد جمعها أربطة، قصافة الأظافر
دي أداة لتقليم الأظافر وقص الزوائد منها. الأظافر دي كلمة جمع مفردها ظفر، الظفر. شخصية دي كلمة مفرد جمعها شخصيات. الحقيبة دي كلمة مفرد جمعها الحقائب. تعالوا مع بعض في الفقرة الثامنة. وضعت هندو كتابها المفضلة الذي به صور عن الحياة البحرية لتتعرفها، والقليل من أدوات اللعب في البحر، وبعض الملابس التي تناسب درجة حرارة الجو، وأغلقت حقيبتها. هند بعد ما حطت أدواتها الشخصية، جابت الكتاب المفضل ليها اللي بتحبه جدا، اللي فيه صور عن الحياة البحرية، بما أنها طلع رحلة بحرية أكيد عايزة تتعرف على الحياة البحرية، وحطت قليل من الأدوات اللي بتلعب بيها في البحر، وبعض الملابس اللي بتناسب درجة حرارة الجو هناك، وقفلت حقيبتها. تعال نشوف الكلمات. تتعرفها مضادها تجهلها. الجو جمعها الأجواء. الفقرة التاسعة. ثم ذهبت إلى والدها قائلة: ما رأيك الآن يا أبي؟ فابتسم الأب قائلا: أحسنت يا هند، فهذه حقيبة حجمها مناسب وتحتوي على الأشياء الضرورية فقط. بعد ما خلصت تحضير حقيبتها الصغيرة، راحت لباباها وقالت له: إيه رأيك يا بابا دلوقتي في الشنطة؟ ابتسم الأب. ضحك الأب وقال: برافو عليك يا هند، الحقيبة دي حجمها مناسب وأكيد فيها كل الأشياء الضرورية فقط. بعد ما هند طبعا كانت محضرة شنطة كبيرة وفيها حاجات كتيرة ممكن تكون حاجات مش ضرورية، لكن في الحقيبة الصغيرة اهتمت هند إنها تضع أدواتها الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها. تعالوا نشوف مع بعض الكلمات. ابتسم مضادها عبث. تعالوا حبايبي بعد ما قرينا الدرس وفهمناه نحل التدريبات. التدريب الأول: تخير الصواب مما بين القوسين. 1. ستسافر هند إلى رحلة جوية بحرية برية. لو فاكرين الدرس لما اجتمع الأب بالأسرة قال لهم: سنسافر غدا في رحلة بحرية. إذا الرحلة بحرية. 2. رفض الأب حقيبة هند لأنها لونها مختلف مليئة بالأشياء قديمة. لو فاكرين الدرس بيقول لنا دخل الأب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالأشياء. 3. كتاب هند المفضل حيوانات إفريقيا المحميات الحياة البحرية. فاكرين لما الدرس بيقول لنا إنه وضعت هند كتابها المفضل الذي به صور عن الحياة البحرية. أكمل. وضعت هند في حقيبتها، فاكرين طبعا أدواتها الشخصية. فاكرين إيه هي أدواتها الشخصية؟ فرشاة الأسنان، المنشفة، المشط، رباط الشعر، قصافة الأظافر، كل دي عبارة عن أدوات شخصية. استخرج من القصة مفرد حقائب. فاكرين مع بعض قلنا مفرد حقائب حقيبة. تعالوا مع بعض نستكمل حل الأنشطة. نشاط د: سل كل جملة بالأداة التي تناسبها. أمشط شعري، تفتكروا بإيه؟ تعالوا نفكر مع بعض، طبعا بالمشط. أنظف أسناني، تفتكروا بإيه؟ بفرشاة الأسنان. أجفف
جسمي عارفين ان هو بالفوطه بس باللغه العربيه اسمها بالمنشفتي. اقص اظافري تفتكروا بايه؟ بالقصافتي. اربط شعري تفتكروا بايه؟ برباط الشعر. اغسل جسمي طبعا بالصابون. من حل الانشطه تعالوا نقرا مع بعض راس السؤال. اختار المعنى المناسبه للكلمات الملونه مما يلي. اعطينا مجموعه معاني كلمات تعالوا نقراها مع بعض. لانتقال الامراض، للحمايه، بالفوطه، غير، في اول الصباح، التردد. تعالوا نقرا اول عباره مع بعض. الاستيقاظ مبكرا مفيد للصحة. فاكرين في الدرس قلنا معنى مبكرا في أول الصباح. تعالوا نقرأ مع بعض الجملة بعد ما هنحط المعنى. الاستيقاظ في أول الصباح مفيد للصحة. العبارة التالية، شعرت بالحيرة عند اختيار ملابس جديدة. فاكرين لما وقفت هند محتارة قلنا محتارة بمعنى مترددة. إذن معنى الحيرة التردد. تعالوا نقرأ مع بعض العبارة بعد ما نحط المعنى. شعرت بالتردد عند اختيار ملابس جديدة. العبارة الثالثة، لا أكل سوى الطعام الصحي. ما معنى سوى؟ بمعنى غير. أنا مش هاكل غير الطعام الصحي. إذن تعالوا نقرأ العبارة بعد ما نحط المعنى. لا أكل غير الطعام الصحي. العبارة الرابعة، أنشف جسمي بالمنشفة بعد الاستحمام. معنى المنشفة طبعا كلنا فاكرين أن معنى المنشفة الفوطة. تعالوا نقرأ مع بعض العبارة بعد ما نحط المعنى. أنشف جسمي بالفوطة بعد الاستحمام. العبارة الخامسة، أستعمل أدواتي الشخصية منعا للعدوى. فاكرين معنى العدوى؟ طبعا انتقال الأمراض. تعالوا نقرأ مع بعض العبارة بعد ما نحط المعنى. أستعمل أدواتي الشخصية منعا لانتقال الأمراض. العبارة السادسة، أحرص على نظافتي الشخصية للوقاية من الأمراض. فاكرين معنى الوقاية؟ قلنا الحماية. إذن تعالوا نقرأ الجملة بعد ما هنحط المعنى. أحرص على نظافتي الشخصية للحماية من الأمراض. ومن كده يا أصحابي نفهم معاني الكلمات. مبكرا معناها في أول الصباح. الحيرة معناها التردد. سوى معناها غير. غير. المنشفة معناها الفوطة. العدوى معناها انتقال الأمراض. وآخر كلمة الوقاية معناها الحماية. تعالوا مع بعض نشوف الأساليب والتراكيب اللي عندنا في الدرس. أسلوب النهي وإيه الأداة اللي أنا بستخدمها معاه؟ بستخدم لا النهية. بنقول إن نستخدم أسلوب النهي عندما نطلب من شخص الامتناع عن فعل شيء خطأ. وأداة النهي اللي بنستخدمها ليه؟ يعني لما بقولك ما تلعبش في الشارع مش هينفع أقولك كده، لكن هقولها لك باللغة العربية الفصحى، لا تلعب في الشارع. أو لما باجي بكلم بنت بقولها لا تلعبي في الشارع. ودي ملحوظة ناخد بالنا منها كويس قوي، إنه الفعل اللي أنا بستخدمه في أسلوب النهي بيختلف قوي في المذكر عن المؤنث. يعني لما باجي بكلم مذكر ولد بقول له لا تلعب في الشارع، ادي ده اسلوب نهي عباره عن لا نهيه، والفعل المضارع اللي بعده
ودي معناها ان انا بطلب منه ما يعملش حاجه معينه. طيب البنت بقول لها ايه؟ لا تلعبي في الشارع. ناخد بالنا من الفعل في المذكر تلعب، في المؤنث تلعبي. شوف مثال تاني، لا تخاصم اصدقائك. طب البنت اقول لها ايه؟ لا تخاصمي اصدقائك. ناخد بالنا في اصدقائك لما باجي بكلم مذكر يبقى الكاف عندي مفتوحة، بقول أصدقائك. طب لما باجي بكلم واحدة بنت أو مؤنث بقول لها أصدقائك، بيبقى الكاف مفتوحة في المذكر ومكسورة في المؤنث. إذن أسلوب النهي عبارة عن لما بنطلب من شخص إن هو ما يعملش حاجة بنحط لا نهاية وبعد كده الفعل اللي إحنا عاوزينه ما يعمله. تعالوا مع بعض نطبق الكلام اللي سمعناه في اسلوب النهي. قلنا الفعل في المذكر بيختلف مع المؤنث. في المذكر بنقول الفعل عادي، لكن مع المؤنث بنحط ياء في نهاية الفعل مع المؤنث. عندنا نشاط، اقرأ ولاحظ. لا تأكل قبل أن تغسل يديك. طب تعالوا نشوفها مع المؤنث، هنحط لها ياء. لا تأكلي قبل أن تغسلي يديك. طيب تعالوا مع بعض شوف التدريب. لا تعطس قبل أن تضع منديلا على فمك. طيب تعالوا نشوف كده مع المؤنث، أقول لها إيه؟ لا تعطسي قبل أن، ها ننفع أقول لها قبل أن تضع؟ لا طبعا، لازم أحط ياء في نهاية الفعل مع المؤنث، يبقى تضعي منديلا على فمك. طيب اللي بعد كده، لا تذهب للنوم قبل أن تغسل أسنانك. طيب يبقى لما ده كده أنا بكلم مذكر، الفعل عادي تذهب. طيب تعالوا نشوفها مع المؤنث، نقول لها إيه؟ يلا نفكر مين هيقول قبل ما نقول إحنا، ها برافو، يبقى لا تذهبي للنوم قبل أن تغسلي أسنانك. وخدنا بالنا الكاف مع المذكر فتحة ومع المؤنث أسنانك. شوف التدريب اللي بعد كده، اختار الفعل المناسب. عندنا يا محمد لا تقطفي ولا تقطف أزهار الحديقة. فاكرين قلنا الفعل مع المؤنث هنحط لها ايه؟ نحط له ياء. طب هنا أنا بكلم مذكر أقول له ايه؟ يا محمد لا تقطف. طيب اللي بعده، لا تذهب ولا تذهبي للنوم قبل أن تغسلي أسنانك. إيه رأيكم أنا بكلم هنا مذكر ولا مؤنث؟ طبعا بكلم مؤنث لأن بقول لها تغسلي، يبقى نقول لها إيه؟ لا تذهبي. برافو. اللي بعد كده، يا حازم لا تهمل ولا لا تهملي دروسك. إيه رأيك؟ حازم ده مذكر ولا مؤنث؟ طبعا مذكر، يبقى اقول له لا تهمل. النشاط اللي بعد كده اكمل بفعل مناسب. لا، ها لا تلعب بالكره في المنزل، لان هنا انا بكلم ولد. ناخد بالنا كويس قوي الصوره، بنكلم ولد، اقول له لا تلعب بالكره في المنزل. طيب الصوره اللي بعدها بنت، ها هنقول لها ايه؟ فاكرين قلنا نضع ياء في نهاية الفعل مع المؤنث، يبقى لا تأكلي طعاما مكشوفا. طيب اللي بعد كده، لا أدواتي الشخصية. البنت هنا متضايقة من الولد قوي، فبتقول له لا تستخدم أدواتي الشخصية. وده كله أسلوب نهي، بنحط لا قبل الفعل وبطلب من شخص الامتناع عن فعل شيء